كذا متابعينا مستمعينا الكرام تابعنا شوطين رئيسيين بالشوط الاول رئيسي للحول المحليات صايل فازت ببشاير صالح بن حمد بن سعيد بالغصنه العامري صاحبه التوقيت الافضل على حد الان 7:52 تابعنا الشوط الاول الحول المهجنات الاصايل ذهب مع الذيبة صالح بن سهيل بن مسعود بالغصنة العامري 7:56 نسير مع شوط جديد من اشواط هذا الصباح هو الشوط الثالث من مجموعة الاشواط والشوط الاول الرئيسي للزمول المحليات الاصايل شوط رئيسي من اشواط هذا الصباح شوط في خيرة الزمول تشارك بهذا الشوط تشارك بهذا الشوط عندنا مرحب وعندنا مشتاق مكلف وشاهين الشهم ومستحيل حملول ومعزم الذيب وصغان ايضا مشارك بهذا الشوط اسماء قوية نسير مع مقدمة هذا الشوط نبحر بكم مباشرة الى المركز الاول الى معزم محمد بن مبارك بن سالم بن نويح الراشدي من يقدم لنا الان معزم مع مقدمة الشوط يتابع ابو مبارك متواجد بهذا الشوط مع المركز الاول ولكن بالتغيير هذا متعب عبد الرحمن بن سيب بن غدير العرياني هو يحتل مقدمة هذا الشوط بينما المركز الثاني صغان ياسر بن علي بن سعود الوهيبي يحتل المركز الثاني بمتابعة بسعود علي بسعود بسعيد الوهيبي هو من يتابع صغان بينما المركز الثاني المركز الثالث مشتاق احمد بن سعيد بن محمد بن عبيد المهيري ننتقل الان مع المركز الثالث نجد بهذا الشوط المركز الرابع الان اللي خذ المركز الرابع مرحب صالح بن حمد بن سعيد بالغصنه العامري والمركز الخامس متواجد الشهم سعيد بن سليم بن حربي العامري ننتقل الى وصلنا الى وين الى المركز السابع متواجد الان اللي هو الرامي الرامي يبحث عن الجول الرامي سلطان بن خليفه بشاهين بالصرف المرار المركز الثامن اللي غير الان مع المركز السابع جلاد السيد خالد بن خليفه بشاهين بالصرف المرر والمركز التاسع هملول سيف بن فالح بن ياسر الشامسي والمركز العاشر احتل الان مع المركز الثامن لكن دخول مع المركز التاسع الذيب احمد بن طارش بن سعيد الكعبي والمركز العاشر هذا المركز العاشر هذا شاهين بخيت بن راشد بن سيف الشامسي هذه النتيجة للعشرة المراكز الاولى للزمول المحليات الاصايل Thank you.
كنا نسير مع مقدمة الشوط، نسير مع العرياني، نسير مع السيطرة الأولى. هذا متعب، هذا هو متعب على مقدمة الشوط، يقدم لنا متعب عبد الرحمن بسيب بن ودير العرياني مع مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله على هذه العروض اللي يقدمها متعب، سلالتي متعب المعروفة في ميادين السباق. يقدم لنا متعب عبد الرحمن بسيب بن ودير العرياني. نتأخر لا نسير إلى المركز الثاني، المركز الثاني وصول مع المركز الثاني، وصول قوي من قبل الان مشتاق احمد بن سعيد بن محمد مهيري. المركز الثالث مرحب صالح بن حمد بن سعيد بالغصنه العامري. هذا هو شعار بشاير اللي تابعناه بالشوط الاول، بينما المركز الخامس متواجد الشهم سعيد بن سريب الحربي العامري. والمركز السادس غادم هملول سيبن فالح بن راشد الشامسي. المركز السابع متواجد الانجلاد خالد بن خليفة بن شهيب الصلاف المرر. السابع وصل الان، هذا هو مبهر مبهر مبهر، اول اذا علي مبهر يقدم لنا مبهر سعيد بن محمد بن حسين بالثيمة العمري. يا سلام حلوة المنافسة، بدأت المنافسة الان تحلو المنافسة مع الزمول، بدأ هدير الزمول عندما دخل في الكيلو متر الاخير، كيلو الامتحان. يا شباب يا العرياني يا بالغصنة يا العامري يا بالثيمة يا العامري، ما شاء الله عمالقة ما شاء الله التقوا بهذا الشوط. بالغصنة يطمح عن تسجيل النقطة الثانية، العرياني يطمح عن تسجيل النقطة الأولى، وبالثيمة العامري يطمح عن تسجيل النقطة الأولى يقدم له. ولكن بالغصنة لازال مسيطر المرحب، هذا هو مرحب. يا سلام، اعتقدها سلالة مرحب المختبر هذا اللي محتل المركز الاول، يسيطر. ولكن هناك متعب، سلالة متعب وسلالة مرحب. يا سلام، بدأت الان تحلو المنافسة بهذه اللحظات. ونقول جولة الأوامر، ولكن ما حرك العرياني، ما حرك عبد الرحمن بسيف بن غدير العرياني. عصاف بتانة متعب، عصاف بتانة بلا أوامر ما شاء الله. ولكن مالك عذر يا العرياني، لو بالسماعة حرك. يحاول مرحب يحاول، ولكن نقول خلاص نقدم التهنية إلى عبد الرحمن بسيف بن غدير العرياني على فوز متعب بالمركز الاول. المركز الثاني مرحب صالح بن حمد بالغصن العامري. المركز الثالث وصلنا مع الرمق الاخير الذيب للسيد احمد بن طارش بن سعيد الكعبي. والمركز الرابع مشتاق احمد بن سعيد بن محمد بن عبيد المهيري. والمركز الخامس متابعينا مستمعينا الكرام، الخامس الشهم سعيد بن سليم بن حربي العامري. التوقيت الزمني توقيت اللي هو شاركنا بشوف متعب اللي قام راس وانتهى راس، سجل 8 دقائق 8 ثواني و50 جزء من الثانية. نقدم التهنية والناموس عبد الرحمن بسيف بن غدير العرياني.